السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيضا هناك سؤال آخر يطرحه بعض الأحبة، كيسول حكم العطر في نهار رمضان. إنسان يحب الحياة، كيبغي دائما يكون مستحم، يكون دائما أنيق، ودينك يعشق أنه يستعمل العطر. هل العطر مباح أم غير مباح؟ الجواب عن هذا الموضوع فيه رأيين. الرأي الأول يقول بالكراهة، الكراهة، لأن جميل أن نتطيب في رمضان بالماء والصابون، كن نظيف كن نقي، ولكن لا أستمتع بالطيب، لأن إخشوشينو في رمضان إخشوشينو، فإن النعم لا تدوم. لكن الرأي السائد عند علماء الشريعة وهو أن حكم العطر أنه جائز في نهار رمضان، لا حرج في ذلك، لكن مع مراعاة أن لا يصل شيء من الطيب إلى الجوف، لابد أن بعد حتى لا يصل الطيب إلى الجوف. والاحتراز أنه يكون كراهة حفاظا على سلامتنا وسلامة صيامنا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.